متابعي المواعيد الكبرى في كل مكان، اهلا وسهلا بكم وطابت اوقاتكم. نحن في انتظار بدايه المشوار في مباراه من نار. سنتابع معا احداث مباراه. مؤلفكم الرياضي رؤوف خليف يرحب بكم في هذه المباراه. بيضاء في النتيجة والفرص. تسديدة إلى المرمى. الإحباط، كل الإحباط بين اللاعبين والجمهور على هذه الكرة التي تهدر بدون مرور. كرات ويحرزون الهدف بطريقة ولا أجمل. لم يكن في الإمكان أفضل من مكان، والكرة في أفضل مكان. تدرج ممتاز بالكرة في عملية واعدة. يقوم بالتصوير ويلعب التوزيع وزملائه في الانتظار. ملعوبة قصيرة من الكرة داخل منطقة الجزاء. لم ينجح في تحويل الكرة إلى المرمى. كنا نتوقع جميعا من لاعب بمهارته أن يسجل. ما من شك في أنه تحول إلى دينامو الفريق، صار المثل لزملائه والمحرك الرئيسي للفريق. إنه كالجوكر. يلعبها مرفوعة، يستغل الفرصة ويسجل. لا يمكن وأن تعاول على التقدم بهدف واحد. بهذا تأتي فرصة للمنافس للعودة من جديد، لكنه لم ينجح في الاستفادة منها. ينطلق بمجهود فردي. كرة على الأطراف، كرة للجناح، مرت البينية ووصلت إليه. مرت الكرة، إنها تسديدة قوية منه ويحرز الهدف ببساطة. هذه تسديدة لا تسد ولا ترد. تعود النتيجة إلى نقطة البداية بهذا التعادل. ممتاز إيقاع اللاعب على اليسار. هذه أخطر كرة في المشوار. يحاول لعب كرة بينية غدارة. هذه فرصته. لا، لعبة سيئة للفريق. اللاعب يحاول المرور، سيسدد. كرة تعدي. جول.
يقدم بأسلوب رائع، قام بعمل رائع بالسيطرة على الكرة. بعد هذا التحول في النتيجة هل يمكنهم الحفاظ على تقدمهم؟ ويطلق الحكم صافرته معلنا نهاية المباراة. أهلا وسهلا سيداتي سادتي متابعي المواعيد الكبرى، نحن اليوم على موعد مع مباراة قوية آخر اللمسات قبل ضربة البداية. مرحبا أعزائي المشاهدين، معكم اليوم من كابينة التعليق رؤوف خليف. في المباراة الأخيرة من النصف الأول للموسم الكل يريد تجنب الخسارة لقضاء إجازة سعيدة. نحاول فك دفاعات المنافس، والكرة ملعوبة إلى الأمام، يلعبها بينية أرضية. أوه، موقف واحد ضد واحد. يحاول لعب كرة بينية غدارة. محمد، كرة طولية إلى الجناح، عنده مساحة خالية على الطرف. كل الشكر والتقدير والعرفان وإزالة الخطر من المكان. كرة طولية إلى الأمام، عدت الكرة، تسديدة قوية، صافرة نهاية الشوط الأول. مع صافرة البداية لباقي الحكاية. لا نعرف ماذا قال المدربان للاعبين في استراحة بين الشوطين، نتوقع أن تتغير الأمور ونرى المزيد من الفرص التي ستأتي تباعا. خيارات كثيرة ولا نعرف من سيتابع الكرة، وكرة رأسية إن لم يحرر. ثلثاء المباراة ولا يزال التعادل السلبي هو سيد الموقف. يلعب كرة بينية، يحاول تمريرها عبر الدفاع، وبكل براعة يحرز الهدف. أعجبتني كثيرا لمسة الهدف، ولكن أعجبتني وبصورة أكبر التمريرة التي أدت إلى الهدف، كانت رائعة. نواصل متابعة المباراة إذا بعد أن أصبحت النتيجة 1-0. عبد الله يحاول لعب الكرة لأحد زملائه في الهجوم، إنه في الطريق إلى المرمى. لا يزال خارج المنطقة، يستمر في الجري بالكرة. محمد يتجه إلى المرمى. اليوم ممنوع المرور والعبور، اليوم كل المناطق مقفولة، لا يمكن أن تمر الكرة. كرة على الأطراف، كرة هوائية، كانت ستتغير النتيجة لتصبح 2-0. لم يعد هناك وقت لإهداره، هذه هي آخر الثواني، أما كرة الأمان أم تنتهي المباراة والفريق يعاني. إضافة بعض الوقت بدل الضايع يطلق الحكم صافرته معلنا نهاية اللقاء. سيداتي سادتي متابعي المواعيد الكبرى، نحن اليوم على موعد مع مباراة قوية
آخر اللمسات قبل ضربة البداية. نعيش الليلة اللقاء الذي يجمع بين أحييكم أنا رؤوف خليف في مهمة التعليق على مباراة اليوم. هذه هي المباراة الأولى في القسم الثاني والكل يريد أن يستأنف مشواره بنتيجة إيجابية إلى الأمام. يحاول فك دفاعات المنافس وصلت إليه، ينقل اللعب إلى الأمام. لقد فعلوها، إنهاء رائع للهجمة. لعب الكرة بكل هدوء وثقة. كم مرة شاهدتم لاعبين يفعلون كل شيء بطريقة صحيحة حتى يصلون إلى الصندوق ليكملوا الهجمة بنجاح، ربما في كثير من الأحيان لكن ليس منه. لعبة جميلة من لا يزال خارج المنطقة. يحاول لعب كرة بينية غدارة. محمد يلحق بركب الهدافين. يعترض التمريرة. جول وهدف عكسي، خطأ مش معقول. كرة غدارة غدارة، الأخطاء واردة في كرة القدم، لكن استقبال أهداف بهذا الشكل يظل عالقا في الأذهان طويلا. أحرزوا الهدف رغم أن الحظ ساندهم كثيرا في هذا. تمريرة رائعة، كرة غدارة، جول. يتقدمون بخطى سريعة نحو المباراة بأريحية بالتأكيد. كانت التسديدة في غاية القوة، يخيل لي أنها كادت أن تقتلع الشباك من مكانها. النتيجة 3-0 الآن. محمد لمن؟ كرة ممتازة يستلمها اللاعب. ضربة ركنية وتسجيلها يحتاج إلى تركيز وفاعلية. يوسعها، رأسية قوية، لعبة رائعة. جول. لقد احكم السيطرة. هي لها من طريقة رائعة لاستكمال الهاتريك. بهذا الفارق من الاهداف اصبح شبه مستحيل اللحاق بهم. يلعب كرة بينية، سيستلم هذه التمريرة التولية. عدت الكرة وباش يسجلوها. فرصة احراز هدف، واستغلوا الفرصة واصبحت في المرمى. لم يتعامل الحارس مع الكرة بالشكل المناسب ودفع فريقه الثمن. فرضوا سيطرة كاملة على هذه المباراة الآن.